حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فاذا صلينا الجمعه زرناها فقربته الينا فكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك وما كنا نتغدي ولا نقيل الا بعد الجمعه